اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. الحقيقه الموضوع اللي انا هتكلم فيه دلوقتي هيهم امهات وابهات كتير وكل الاهالي يعني اللي ولادهم في التعليم. من زمان من ولاد عندي صغيرين وانا كنت اسمع كلمه واحنا بنقدم في الحضانات واحنا بنقدم يقول لك اصل الحضانه دي حاطه او معتمده طريقه مونتسوري لتعليم الولاد. بس كنا ندخل احيانا نلاقي طريقه عاديه خالص يعني موجوده في كل حته وناس مختلفين، انما مفيش مره فهمت ابعاد كلمه مونتسوري دي مظبوطه. يعني ما فهمتش يعني ايه بالظبط، يعني المفروض انا اللي هيقول لي انا هديكي مونتسوري انا هاخد ايه بقى؟ يعني انا داخله انا هاخد مونتسوري، ايه بقى اللي هاخده بالظبط؟ يعني لا ما بنبقاش عارفين ومش بنبقى فاهمين قوي احنا هناخد ايه بالظبط. فاحنا النهارده هنقول لكم هتاخدوا ايه بالظبط بقى في تعليم ولادكم بطريقه المونتسوري. وبتشرفني دكتوره هبه تراد، مدرب مونتسوري دولي معتمد من البورد الكندي وجامعه عين شمس، صاحب ومدير شركه جي اتش تي للتدريب والاستشارات التعليميه، وهي شركه يعني مصرحه بالتدريب من الامريكان مونتسوري سوسايتي. منوراني اهلا دكتوره هبه. بحضرتك، اهلا بيك. لا فهميني بقى احنا كده ناخد كده الموضوع بالراحه ونفهم الاهل، عشان لانه حضرتك قلت لي كلمه في الفاصل قالت لي في ناس بتحط يافطه انما جوه اليافطه مفيش حاجه، ده الموضوع حقيقي فاضي، ده وده حقيقي. مهم جدا محتاجين نفهم بالظبط ايه هي طريقه المونتسوري. طيب خلينا الاول، اسم مونتسوري جاي منين؟ جاي من ماريا مونتسوري اللي هي مؤسسه العلم ده او مؤسسه الطريقه دي. هي اول طبيبه ايطاليه. الكلام ده بقى من امتى؟ من 150 سنه فاتت. يعني حاجه بعيده قوي، بس طبعا احنا ما نعرفوش. يعني انا اول ما كنت بتكلم عن المونتسوري من 16 سنه كده كان بيقولوا لي ده اسم دواء يعني ولا هو ايه؟ صحيح. فهو فعلا هنا في الوطن العربي هو حاجه لسه احنا بنتعرف عليها. موجوده بره لحد 18 سنه، يعني اللي متعرف عليه معظم الوقت ان هو يدوبك في الحضانات او في الروضات او كده، لكن هو بره مدارس لحد 18 سنه. خرجت ناس دلوقتي حاكمه العالم زي مثلا جيف بيزوس، امازون، مارك، فيسبوك، سيرجي برين، جوجل، كل الناس اللي احنا بنتكلم. ماشي، خيالي. ايوه يعني دول متعلمين مونتسوري. برنس هاري مثلا وبرنس ويليام خارجين مدارس مونتسوري ومدخلين ولادهم تاني مونتسوري. مدارس بمعنى انه يخرج مدارس مونتسوري لغايه حتى 18 سنه. لا احنا بنشوفها كده بالصدفه معديه كده في حصتين كده هي في موضه الحضانه. تتكتب على انما لكن هي الحقيقه فلسفه، هي مايند سيت اكتر منه ان احنا بنقول ده شويه ادوات او شويه. هي هنا ده احنا عندنا الطفل مراحل، بيعدي على مراحل. هي قالت ان انا عندي في مرحلة اولى من 0 ل 3 سنين، وفي من 3 ل 6 سنوات، ومن 6 ل 9، ومن 9 ل 12، ومن 12 لحد 18 سنة. المراحل دي احتياجات الطفل بتختلف. نفترض دلوقتي حضرتك جعانة عايزة تاكلي. هاجي اقول لك بقى تعالي انا هعلمك حاجه، لا انا جعانه انا عايزه اكل، جعانه ميته من الجوع. فلا تعالي دلوقتي انا عايزه اعلمك حاجه، دلوقتي تعالي هعلمك حاجه. الطفل احتياجاته اللي هو مش عارف يعبر عنها عامل زي الجوع بالظبط. هو عايز يتحرك، عايز يسوشيالايز، يتكلم، عايز يرغي، عايز يكتشف بايده ويلمس، عايز يحس كل حاجه. مش بيلعب على فكره الطفل، مش بيتخيل. احنا بنوصف اللي هو بيعمله لعب، ايوه، لكن لعب هو بيكتشف او تضييع وقت. احنا بنشوفه كده لكن هو حقيقي بيكتشف. ايوه. فده ايه؟ احتياج مرحله. انا وهو صغير مثلا، خلينا نهتم اكتر من 3 ل 6 سنوات، في المرحله دي هو بيبقى عايز يكتشف. بيكتشف عن طريق الحركه، بيكتشف عن طريق اللمس، عن طريق الحواس، عن طريق ان هو يقعد يستكشف الحاجه ويركبها كده ويعملها كده علشان تطلع معاه. ده بالنسبة لكل الكبار زي ما حضرتك قلت، ده لعب، ده تضييع وقت، او ما عملش الواجب، او انا اهم حاجة عندي ابقى تسجح بالظبط الف ب يكتبها. مش موضوع بقى هو كده في الفلسفة بقى بتاعت مونتسوري بتقول لك لا، انا اديله احتياجاته، ولما اديله احتياجاته هو يبدا يكبر 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 لحد ما هو اللي بنفسه يبتكر. احتياجاته ايه؟ هو عايز يتحرك، طب خلي له الفصل فيه متاح فيه الحركة، بس حركة موجهة بذكاء. روح هات الاكتيفيتي وتعالى، اختار اللي انت عايزه وتعالى. بس دي هل دي موجودة انه مثلا اللوح
الحرف البيه اللي يتعمل مش عارفه ايه وبطه ويرسموا له لا بط، لا لا يعني لا، هل هو الحاجات هنا دي بيتحرك حركة، هو بيروح لحد الشلف ويجيب الاكتيفيتي بتاعته ويرجع تاني. ده جزء فكرة الحركة الموجهة guided movement، أنا بتحرك. وبعدين الاكتيفيتيز كلها بيتحرك فيها، مش لازم يكتب، مش لازم يمسك القلم، لا هو بيتدرب على كمان الحياة العملية بتاعته. يعني من أول الحياة العملية هو عايز ياكل يشرب يتعلم وده إزاي. عكس فكرة ان العيال لازم يفضلوا قاعدين في اماكنهم وما لا خالص، يتحركوش. ما احنا هنا دي عندنا دي فلسفة اسمها وان مان شو، اللي هي بتاعت تيتشر سنترد، او اللي هي بتتمركز حول المعلم. فهنا ده واحد بس اللي بيقرر مين يعمل ايه، انت تتصرف اللي ازاي، اغلب تتحرك ازاي، المدارس ماشية ده بيها. كله. فده ما بيتحش الاختلافات الفردية بتاعت الاطفال، وده جمال المونتسوري، انه بيخلي الاختلافات الفردية متاحة وانا قادرة اتعامل مع كل طفل زي ما هو، هو اللي طب ده بيقوم جميل في يختار. سن 3 ل6 سنين. بعد كده بيبقى ليه احتياج تاني ان هو يتحرك في مجموعة، فبنبقى جروبس وبنعمل بروجكت مع بعض، وبيبدأ يعمل سيرش على الحاجة ويبدأ يدخل ويعملها، وعنده تولز توضح له حاجات كتير. احنا من اول 3 سنوات بياخد حاجات تنفعه في الهندسة وفي الجبر مثلا فيما بعد، بياخد الخرائط بتاعت العالم كله والقارات كلها، كل الحاجات دي بس على هيئة بازل، فاحنا بنبسط له المعلومة، بس هو بياخد حاجات عميقة جدا تشتغل معاه لحد 18 سنة. بس ده بيتطبق في بعض المدارس، ومثلا النظام الامريكان بيعمل موضوع البروجكتس وبيعمل الحاجات دي. بروجكتس بس ايه الفرق بينه وبين المونتسوري؟ يعني اللي انت بتقوليه ده موجود في الامريكان، انه عندنا بروجكت كذا وفي جروب لازم يعملوه، اختاروا بعض واعملوه. فايه الفرق؟ ايه الفايصل لا، اللي هو الفرق الرئيسي ان المونتسوري بيشتغل بفكرة ان الطفل هو السنتر وهو اللي بيختار. يعني هو دلوقتي انا عايز ادرس ماث، انا عايز ادرس انجلش، انا عايز ادرس ساينس، انا عايز اعمل كذا دلوقتي، فانا اللي بختار. طيب ده بناء على ايه؟ ليه بيحصل او ليه الكونسبت ده موجود؟ ده علشان بيعلم الطفل ان هو يستجيب لاحتياجاته الشخصية وانه يكون الدافع الداخلي بتاعه هو. يعني انا ما استناش حضرتك تقولي لي يلا هنقوم دلوقتي هنعمل كذا او هنذاكر كذا، فطول الوقت انت اللي بتوجهيني، فانا مش بتعلم طب ما هو يا اتعلم دكتورة ازاي. هو مش هيوجهنا في أي حتة، هو مش هيقوم ومش هي لا، ده عشان احنا اتعودنا على كده، لكن هو يعني هل عنده هو دافع داخلي ان هو يفضل كويس، هو عنده الدافع ده ان هو يبقى حلو اتربى جدا. جواه من هو أول؟ اتربى من وهو صغير انا ما بفهمش حاجة، انتوا اللي بتفهموا فانتوا اللي بتوجهوني. لكن في طريقة المونتسوري بتقوله لا، انت المسؤولية بتاعة بتاعتك. التعلم دي واقعة عليك انت اصلا. طب حد خد المسؤولية وما نفذهاش؟ لا، هو بيبقى عنده، يعني احنا هنفرق ما بين الادراك في المرحله اللي هي من 3 ل 6 او ما بعد 6. من 3 ل 6 هو ادراكه اللي هو العقل الواعي بتاعه بيبقى لسه بيتكون، فاحنا هنا بنعتمد ان العقل نفسه بيبقى عنده حاجه اسمها فترات حساسه. فترات حساسه هنا العقل عمال مثلا انا عايز اتعلم الجمع فبيدور عليه، عايز اتعلم مثلا، عارفه حضرتك في امهات تقول لك ايه، بيقلب الضرفه بتاعت الحلل وطلع الحله وطلع الغطيان وحط دي لوحدها، دي طبعا. فتره حساسه بتاعت تصنيف. خلاص، فهنا العقل دي بقى في ساعتها الام بتدخل تزعق بتزعق، وتقوم شايلاه من ساعات كتير الحاجه. يروح ماسك اي حاجه فيها ميه يعمل كده، هي شايفه ان ده بيدلق الميه وبيبهدل الدنيا فتشيل منه كل حاجه. احنا في المنصوري مش بنعمل كده، هو بنصدق نشوف ده، لان دي اسمها فتره حساسه ناحيه بتفرق الصبر. قدام، بتفرق طبعا في الشخصية كوردينيشن، وفي لان انا بستجيب ليه، بحترم الاحتياج بتاعه ده، وبيتعلم التوافق العضلي عصبي، وبيتعلم ازاي استجيب للاحتياج الداخلي جواي، انا عايز اتعلم ايه دلوقتي فاتعلم. ده انتوا يعني ايه التشالنجز اللي بتوصلوا بيها للناس والامهات والاهل والمدارس؟ انت بتوصلي لهم ازاي وبتطبقي الكلام ده فين؟ احنا عندنا شركة تدريب على تعاون مع جامعة شمس مركز التميز التربوي، وعلى تعاون مع الاي ام اس. الشركة اعتمد من الاي ام اس والامريكان مونتسوري سوسايتي. التدريب بتاعنا ليه اكتر
ان احنا بندي دبلوم مونتسوري لمده 14 شهر يفضلوا يتعلموا الفلسفه، يتعلموا تشايلد سايكولوجي، يتعلموا ازاي. طبعا متخصصين دلوقتي من 3 ل 6 سنوات، لسه بقى ان شاء الله ندخل من 6 ل 9 واللي بعد كده، لكن دلوقتي احنا متخصصين اكتر من 3 ل 6 سنوات، ده اللي احنا واخدين عليه اللايسنس. وبندرب المعلم او المعلمه ازاي يشتغل مع الاطفال في هذه المرحله، ويمشي بقى في الفلسفه والمنهجيه بتاعه مونتسوري. التارجت تعليم، حضرتك عارفه احنا كلنا طلعنا كده اللي هو بالمجموع طبعاً. انت دخلت كذا، دخلت كذا، دخلت كذا، ده بالمجموع اجباري يعني. صحيح. فناس كتير جدا بتيجي بعد كده تلاقي عندها شغف رهيب للتعامل مع الاطفال، فاحنا بنقول لهم لا، اتعلم حاجه صح ويمشي صح، لان فيها مستقبل قوي جدا. طبعاً. مدارس المونتسوري دلوقتي بتتوسع بطريقه، في مدرسه اسمها جايد بوست ان شاء الله هتبقى معانا في المؤتمر، فيها 100 فرع دلوقتي على مستوى العالم، وفي عز كورونا كانت بتنتشر. فده طيب الام هل تقدر تدخل الكورسات دي؟ الام بتدخل معانا الحقيقه وبيتعلموا. انا بحيي الامهات قوي اللي بتاخد التشالنج ده، انا عايزه اتعلم عشان اعلم ولادي بطريقه مختلفه. فدول بيفرق في البيت كمان، بيفرق جدا في المنتاليتي، حتى وانا بكلمهم وانا بجيب لهم اللعب اللي هم هيلعبوا بيها في البيت بتفرق. وبيفرق معايا انا بوديهم فين، حتى الاكتيفيتيز والنادي والتعامل بتاع التمارين والحاجات دي كلها بتفرق. الام بتبقى واعية جدا باحتياجات الطفل. جميل. كلميني عن المؤتمر اللي انتوا داخلين تعملوه، وقولي لي هتعملوا ايه وكم يوم، يعني احكي لي عنه. طيب المؤتمر الهدف منه ايه؟ احنا هنا لسه الاكسبيرينس بتاعتنا وليده، يعني حاجه كده صغيره بره موجوده لمده 150 سنه، وزي ما قلت لحضرتكم طلع اجيال. فالحقيقه انا قاعده كده السنه اللي فاتت قلت والله يعني انا نفسي اكونكت العالمين دول ببعض عشان الناس تشوف بره هم عاملين ايه وواصلين ازاي. فكلمت الانستراكتورز بتوعي من كندا ومن يو اس ومن يوروب، وقلت لهم والله انا عايز اعمل مؤتمر كذا 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 هنا في القاهره، نعمله اونلاين. تمام، موافقين موافقين، احنا انتوا معايا والله بجد، عن جد يعني. عن جد. فالحقيقه طلعنا السنه اللي فاتت الحمد لله، ودي تاني سنه، بس السنه دي بقى مختلفه. احنا السنه دي عايزين نشجع جدا صناعه المونتسوري نفسه. فالسنه دي عندنا هدفنا الوالدين ان هم يتعرفوا على المونتسوري، يطلع ايه ويطلع بتفاصيل التفاصيل عن المونتسوري. هدفنا المعلمين او اللي عاوزين يبقوا معلمين ان هم يتعلموا وياخدوا شهاده طبعا بانضباط الانستراكتورز كلهم اللي معانا. وهدفنا يقدروا ياخدوه في المؤتمر في الفتره بتاعت المؤتمر ان شاء الله. ومعانا رواد اعمال اللي عايزين بقى يفتحوا حاجات تعليميه او بروجكتس تهدف للتعليم افتح صح، لان هو ده المستقبل. فدول الفئات اللي تقدر تستفيد بقوه من المؤتمر. طيب مين اللي معانا؟ معانا رئيس المؤسسه الامريكيه في مونتسوري تيم سيلدن في امريكا، معانا المعلم الاول على مستوى العالم في السويد فيليب مونتسوري. في مترجمين المحاضرات يعني اونلاين، الناس دي قاعدين كلهم اونلاين. لا احنا عندنا يعني جزئين، في جزء مسجل مخصوص للمؤتمر، احنا بنترجمه وبنسبتايتل بالعربي. تاني يوم يكون عندنا لقاء لايف مع المحاضر علشان هم يسالوه بقى في الحاجات اللي اخذوها في اليوم الاول. غير بقى في ورش عمل مختلفة. يعني في ورش عمل للوالدين، في ورش عمل للمعلمين والمعلمات طبعا. في ورش عمل لرواد الأعمال. تفرق معايا هنا إنه إزاي أمحور المونتسوري في بيتي، أو أمحوره كمعلم ومعلمة، أو إن أنا عايز أفتح مكان بيه. فكل حد إحنا بنحاول. هل في حد يقدر يفتح مكان بطريقة المونتسوري يتسمى إيه غير إنه حضانة أو مدرسة؟ يعني في حاجة تالتة؟ في بروجكتس، او مثلا ممكن اعمل دورات تعليميه بطريقه المونتسوري. صحيح مش بتبقى واخده الفلسفه كلها، بس دايما بقول للناس انه حتى لو هدي مثلا كورس ماث بس اديه صح،
احسن ما اعك بقى واكره الولاد في المتن بالطريقه ايوه العاديه. ايوه طب ادي لانجويج، هتعلم مونتسوري وادي بيه، فممكن ادي دورات، بس مش هيبقى اسمها بقى ان انا مدرسه مونتسوري او كده، انا واخد الفلسفه ومطبقها على حاجه معينه. زي ما قلت لحضرتك، انا مثلا مع اولادي في النحو بروح جايه، انا الفلسفه خلاص انا شربتها، هي طريقه التفكير، هعمل بقى النحو ازاي؟ ايوه ببدا اعمل ايوه قولي بقى، انا مستنيه حته النحو دي هتعملي لا ازاي؟ طبعا، ده احنا يعني الحمد لله انا عملت كمان السيرة لا النبوية يعني اعرب ما تحته خط، دي ايوه. مونتيسوري لا ازاي بقى؟ بصي، المونتسوري بيعتمد على التجسيم، وان انا احول المجرد لمجسم وبعدين ألجأ ان هو يبقى مجرد خلاص. فانا بعلمه الفعل، بوريله الفعل وبوريله الاسم وبوريله ازاي يبقى ليه مكان في الجملة، فده شكل الجملة الإسمية بمجسمات. بمجسمات. هي بادئة حاجة ده زي كده في مجهود الإنجليش، بس أنا خرافي مطوراها للعربي بقى أكتر. يعني. بصي هما بيعملوا مجهود خرافي علشان يوصلوا معلومة ممكن تتكتب بجملة في ثانية. بس هو بس ما بيشربهاش، صح هو ما بياخدهاش، الحقيقة. ودي كتير. يعني أنا بقعد مع أحيانا ممكن أساتذة يفضل جامعة يقولوا يقولي في معلومات المفروض عارفينها من ابتدائي، مش عارفينها إزاي، عشان هو رافضها اصلا، هو عنده بوابه كده عمل بلوك لفكره التعليم. حك مش متخيله مثلا القراءه او اقل نسبه قراءه الاطفال، ليه بيكرهوا الكتاب، بيتضايقوا منه. مفيش موضوعات، تلاقي زمان كده كان الاولاد تقعد تبدا وبتاع، بس كانوا بيمسكوا القلم على 6 سنين، دلوقتي بيمسكوه من 3 سنين، فبيكرهوا القلم، بيكرهوا الكتاب، بيكرهوا القراءه نفسها. فانتي النحو مع اولادك جسمتي، نقعد نرجع جسم. للقصه دي، انه الفعل بتعمليه ايه، رسمه ولا لا بتعمليه ايه الفعل هي مثلا؟ ماريا مونتسوري عاملاه على شكل كورة، كورة حمراء علشان يبقى فيها طاقة، وهي بتظهر لأن الفعل الفعل بيتغير بيتحرك. فبيبقى ماضي ومضارع ومستقبل. الاسم عاملاه على شكل هرم، وهي بتحكي القصة بتاعت الأهرامات اللي في الجيزة، وبتقول لهم إن الهرم ده حاجة ثابتة طول الوقت زي الاسم. صح. فبتقول له لا، يبقى ده الناون، لان الاسم هيفضل ثابت مش بيتغير، لكن ده الفيرب او الفعل. فانا بقى خدت الكلام ده وطبقته للعربي. الفرق بقى في العربي ان احنا عندنا طبعا وخبر وحاجات كتير تانية. قوي، تعالى بقى ايه، نعمل قطر. صنطي بقى. عملنا قطر فعلا وركاب، وهيجي هنا الفعل هيركب في العربية الأولانية، تبقى دي الجملة الفعلية. هيجي هنا الاسم يركب في العربية الأولى، هيقود القطار، يبقى دي الجملة وبالتالي لما يجي الاسمية. سؤال في العربي يحول الجملة في الحياة العادية بيبقى الأسلوب بتاعنا مختلف، مش بيبقى بنفس الطريقة النمطية اللي بنبقى أي أب وأم بيتكلم بيها. هنا طبعا. بنبقى بيهمنا الكوز نفسه بتاع التصرف. يعني أي أم بتبقى مش عايزاه يدلق المية عشان ما يوسخش، فتشيل بقى كل الكوبايات، لا احنا شايفين ده فترة حساسة، فاحنا نوفر له ازاي البيئة حاجة اللي تخليه يصب يدلق بيها فيها المية. مية علشان خاطر يتعلم المهارة دي، ونعملها ازاي بحيث ان يبقى عندنا قواعد في البيت، مش هيمشي يدلق اكيد، بس نوفر له ده في كورنر او في مكان مسموح له ده. طيب في النهاية بقى، أنا سامعة كده إن أنا اسمي داخل في موضوع، لو إيه دعاء ايوه فاروق أنا ما فهمتش قولي لي كده. بصي يا ستي، احنا عندنا المؤتمر زي ما قلت لحضرتك ليه فئات مستهدفه، الوالدين والمعلمين ورواد الاعمال، وكل حد ليه البروجرام بتاعه والشهاده بتاعته، لكن احنا حابين نشجع الوالدين اكتر. وانا بقى استغليت وجودي معاكي، عملنا كود باسم حضرتك لميت انفيتيشن، يدخلوا معانا فري خالص لاول باقه من باقات الوالدين اللي هو هيحضر فيها ورش العمل والمحاضرات بتاعت الوالدين كامله. طب جميل، يعني اي ام وياخد دلوقتي بتتابعني بتتفرج عليا عندها اي اولاد ام، ويا صغيرين، ريت الابهات، يا الله يخليك. شوفي هي قايله الوالدين وانا مطنشه، يعني انا مطنشه لا مش يا ايه ريت مش يا ريت مركزه يعني قوي، بس الابهات، هي عشان مصره هم اللي انا. بيدفعوا في الاخر، يعني انت بتدفع ايوه المدرسه في صح. الاخر، فاخش اهتم. كملي بس. تمام، يدخلوا ليهم يدخلوا كود دعاء فاروق، هيقدروا تدوم انفيتيشن فور فري، فري يدخلوا يحضروا الورش
وهتفيدهم جدا في تربية ولادهم جدا بطريقة المونتسوري. جدا ان شاء الله انا باذن بشكر الله. حضرتك شكرا اهلا جزيلا، بحضرتك. نورتيني يا لا دكتورة انا هبة. دكتورة هبة يعني سعدت جدا بمقابله الله حضرتك، يخليك، وقد ايه جميله على الله الشاشه يخليك، وبره الشاشه. يا رب ميرسي، يبارك متشكرة لك. ليكي اهلا قوي. بيك. دكتورة هبة تراد مدرب منسوري دولي معتمد من البورد الكندي وجامعة عين شمس وصاحب ومدير شركة جي اتش تي. نورتيني يا اهلا دكتورة، وسهلا. اهلا شكرا بحضرتك. لحضرتك، شكرا لكل مشاهدينا على حسن المتابعة، اشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله. شكرا.